تعد المايكروسوفت عملاقاً حقيقياً في عالم التكنولوجيا، فقد شكلت طريقة تفاعلنا مع الحواسيب والمعلومات لعقود من الزمن، بدءاً من بداياتها المتواضعة وصولاً إلى هيمنتها العالمية الحالية. تعتبر قصة مايكروسوفت قصة طموح وابتكار ومرونة، تجسد رحلة الشركة قوة الإبداع البشري والتأثير التحويلي للتكنولوجيا. يمتد تأثير مايكروسوفت إلى كل ركن من أركان العالم الرقمي تقريباً. تشغل أنظمة تشغيلها مليارات الأجهزة حول العالم. أصبحت برامج الإنتاجية مثل مايكروسوفت أوفيس أساسية للشركات والأفراد على حد سواء. تستمر الشركة في دفع حدود التكنولوجيا من خلال منصة الحوسبة السحابية أزور وتوغلها في مجالي الذكاء الاصطناعي والألعاب. لا يمكن إنكار تأثير مايكروسوفت على حياتنا. لقد أحدثت منتجات الشركة وخدماتها ثورة في الاتصالات والترفيه وطبيعة العمل نفسها. إرث مايكروسوفت محفور في نسيج العصر الرقمي، وهي تستمر في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على المجتمع. تبدأ قصة مايكروسوفت بصديقين، بيل غيتس وبول آلن. جمعهما شغفهما المشترك بالحواسيب. في أوائل سبعينيات القرن الماضي كانت الحواسيب آلات معقداً تقتصر على مختبرات الأبحاث والجامعات. تصور غيتس وآلن مستقبلاً تكون فيه الحواسيب في متناول الجميع. في عام 1975 انطلق في مغامرة جريئة وأسس شركة مايكروسوفت. كان منتجهم الأول هو إصدار من لغة البرمجة بيسك لحاسوب ألتير 800 الصغير. شكل هذا بداية مهمتهما المتمثلة في جلب قوة البرمجيات إلى أجهزة الحاسوب الشخصية. اتسمت الأيام الأولى لمايكروسوفت بالوعد وعدم اليقين على حد سواء. كان سوق الحواسيب الشخصية الناشئ متقلباً وغير قابل للتنبؤ. كانت المنافسة شرسة. واجه غيتس وآلن معركة شاقة لترسيخ شركتهما وإقناع جمهور متشكك بقيمة برامجهما. مثلت القيود المالية والعقبات التقنية تحديات مستمرة. عمل الفريق بلا كل، وغالباً ما كان يسهر طوال الليل للوفاء بالمواعيد النهائية وتحسين منتجاتهم. تفانيهم وإيمانهم برؤيتهم جعلهم يواصلون مسيرتهم. الفصل الرابع، انتصارات السنوات الأولى، نظام التشغيل MS-DOS وويندوز. حققت مايكروسوفت إنجازاً كبيراً في عام 1985 مع إصدار نظام التشغيل MS-DOS. أصبح نظام التشغيل هذا الأساس لأجهزة الحاسوب الشخصية من IBM، ما دفع مايكروسوفت إلى صدارة الصناعة. كان نظام التشغيل MS-DOS عبارة عن واجهة السطر أوامر، ما يتطلب من المستخدمين كتابة الأوامر لتشغيل الحاسوب. وإدراكاً منها لقيود نظام التشغيل MS-DOS، بدأت مايكروسوفت في تطوير نظام تشغيل أكثر سهولة في الاستخدام مع واجهة رسومية. في عام 1985 ولد نظام التشغيل ويندوز. قدم ويندوز هذواً للمستخدمين عالماً من النوافذ والأيقونات والفأرة، ما جعل الحواسيب أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى. الفصل الخامس، الاسم والشعار، تطور الهوية. يعكس اسم مايكروسوفت نفسه تركيز الشركة الأول. إنه مزيج من كلمتي مايكرو كمبيوتر وسوفت وير، برمجيات. ولخص هذا الاسم البسيط والفعال جوهر مهمتهم، وأشار إلى التزامهم بصنع برامج لهذه الحواسيب الجديدة الأصغر حجماً. مر شعار مايكروسوفت أيضاً بالعديد من التحولات على مر السنين. تميز الشعار الأصلي الذي صمم في عام 1975 بكلمة مايكروسوفت بأسلوب فني بخط يعود إلى عصر الديسكو. في عام 1987 أعيد تصميم الشعار بمظهر أكثر حداثة، حيث تميز بكلمة مايكروسوفت المائلة. تم تقديم شعار باكمان الشهير بمربعاته الأربعة الملونة في عام 1988، وظل قيد الاستخدام حتى عام 2012. يحتفظ الشعار الحالي، وهو تصميم بسيط من أربعة مربعات بصلة بصرية بالماضي مع إبراز صورة أكثر عصرية.